طيب شكرا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا بناء القدرات ما هوش تدريب، التدريب جزء من بناء القدرات، عشان بس نبقى فاهمين. احنا بنقف عند عملنا دورة، عملنا ورشة عمل. انا عايز بناء القدرات يكون مبني على شراكة ميدانية مع المؤسسات المحلية. يعني انا دلوقتي كنت اتكلم عامل حاجه اسمها اهو Alternative Humanitarian Operational Partnership Engagement، اخلي المؤسسه المحليه تشترك مع engagement، تشترك معي، تعمل معي، مش هاجي بس اديها دوره عشان هاخد منها منحه من الامم المتحده او من الاتحاد الاوروبي او من اوكسفام او الاخر. لا، بناء القدرات يكون في engagement، ويكون هو ويكون في كذلك ايه بناء شراكه بينك والمجتمع المحلي. الكلام اللي اخونا قاله، انا بغني بقالي سنين، اللي هو المعايير والحاجات دي كلها للمجتمع المحلي. احنا معركتنا حاليا ليس المانحين الكبار، معركتنا الحاليه الاساسيه هي كيف نبني مجتمع وطني، كيف نبني مجتمع مدني وجمعيات مدنيه محليه، ها، لكي تستطيع هي انها تدافع عن بلدها، عن مجتمعها، عن ثقافتها، عن قيمها، عن دينها، عن مستقبلها. اللي هيدافع عن لبنان اللبنانيين، مش المانحين، سواء كانوا من الشرق او من الغرب. كلنا بنتاثر بثقافه المانح، كلنا بغض النظر من هو المانح، جاء من الشرق ليه ثقافه، من الجنوب ليه ثقافه، من الغرب ليه ثقافه، من الشمال ليه ثقافه، وكل مانح بيؤثر في المستفيدين منه بثقافته، فدي معروفة. ولكن لو احنا عندنا مجتمع مدني قوي، نستطيع ان نحد من تأثير هذه الثقافة على ثقافة المجتمع المحلي. دي نمرة ايه؟ اوسو عايز تترجم؟ لا لا خلاص، بس أوكي. عايز اخد مكان. طيب عثمان. الاخر طيب النقطة الاخيرة بس، المفهوم جيد وغير جيد. انت بتحط معايير عندك، وفي معايير دولية، في معايير دولية تجعلك ان انت بتبقى جاي بتعملها اللي هي الايه، ان تستجيب لمثل هذه المعايير وتقدم على المنحة اللي انت عايزها. بس اهم حاجة يمكن انا كنت بتكلم فيه ده، اغلبه كان في الحوكمة في الاول، خد بالك، بيبص للحوكمة، مين رئيس مجلس ادارة، مين مجلس ادارة، هل في نساء معاك في مجلس ادارة ولا لا، هل في شباب ولا لا، هل في تنوع في العمل، هل في شراكات، كل الحاجات دي بيحطوه هم كمعيار لو هو مانح، فانا بلتزم بيها او ما التزمش بيها. اخر التمويل لسوريا طبعا قل، بس المؤتمر اللي احنا هيحصل في لندن يوم 4/3 في الشهر 3 فبراير الشهر الجاي ده، بيأمل انهم يلم فيه 10 مليار. تدعت لي الحكومة البريطانية والألمانية والنرويجية والكويتية، كان كل سنة المؤتمر ده بيتعمل في الكويت، بيجمعوا مليار او مليار ونص او 2 مليار تستضيف الكويت. المرة دي أول مرة يتعمل في أوروبا وتشارك فيه 3 حكومات أوروبية، ومؤتمر كبير جدا، وأتمنى أن يكون ده إشارة لكون السنة دي هي آخر سنة لاقتتال في سوريا، ونبدأ السنة الجاية إن شاء الله نرجع هؤلاء الناس أو الإخوة والأخوات اللي عايشين في لبنان وفي إلى آخره ولي بلادهم. بدأت الأزمة السورية تتأثر بها أوروبا، ليه؟ لأن النازحين دخلوا أوروبا أصبحوا لاجئين، فبدأوا إيه يفكروا بطريقة أكثر عملية علشان يتعاملوا مع هذا الأمر. شكرا. طيب أخونا عثمان كأنه اختفى، خلاص أنت أسئلة.